السير على الماء لا نراه إلا في ألعاب الخدع السحرية، لكن مواطنا عراقيا استطاع أن يحصد لقب الرجل الذي يسير على الماء بطريقته الخاصة، فنتعرف معا على كيفية حصول ذلك. بعد أكثر من 150 تجربة فاشلة، استطاع المبتكر العراقي جعفر جوادة، أستاذ التعليم المهني في إحدى مدارس بغداد، أن ينجح أخيرا بتحوير سيارته المرسيدس التي تعمل بنظام البنزين إلى العمل بنظام الماء. السيارة باتت تسير فعلا، لكن التفاصيل ليست بهذه السهولة. شدة احتراق النظام الجديد الذي يعتمد على هيدروجين الماء تفوق قوة البنزين بعدة أضعاف، الأمر الذي يجعل المركبة تعمل بشكل طبيعي. بعد 150 تجربة فشلت وصلت إلى هذا النموذج الذي تشوفوه قدامكم، نموذج توليد الغاز الهيدروجين عن طريق الماء، طريق تحليل الماء، تحليل كهربائي للماء. الماء موجود عندنا، الماء هذا المعقم، الكهرباء، التيار الكهربائي الموجود بالسيارة. هاي الاحتراق إلى خصائص كلش قوية. الخاصية الأولى أنه أقوى من البنزين 3 مرات قوة انفجاره، راح يصير عزم أكثر للمحرك، يعني سرعة عندك راح تزيد عندك، عندك لأنه بخار الماء المتولي راح يبرد المحرك، من يبرد المحرك راح ما راح يصير تبديل للدهن عندك، وإضافة إلى أنه الشكوى عندك أوساخ في داخل المحرك كلها تنظف تخرج من بخار الماء. بعد عناء طويل بذله هذا المبتكر، استطاع أن يثبت للعالم إن مشروعه يقدم مساهمة فعالة في إطار صداقة البيئة، ويقول كذلك إن استخدام الماء كوقود لا يخضع لمعايير تعيب جودة البنزين، موضحا إن نصف لتر ماء كاف لقطع مسافة تقدر بألف كيلومترا وفق هذا الابتكار الجديد. هذا الماء اللي أضيفه هنا طبعا يطب بمنظومة توليد الهيدروجين منا، ينزل إلى المنظومة راح يولد لنا هيدروجين، وطبعا راح يطلع لنا بخار الماء وليس ثاني أكسيد الكربون أو الأكسيد الكربون المضر للبيئة، اللي يطلع بخار الماء اللي يكون صديقة البيئة. إضافة إلى أنه هو كلفة زهيدة، أنه بطل الماء هذا 1000 كيلومتر، يعني فشيء كلش رائع. والسؤال هنا، هل سيحظى هذا العالم بالاهتمام الذي يستحق، أم إنه سيكون في خانة النسيان كأقرانه المبدعين؟ طارق ربيعي، آسيا الإخبارية، بغداد.